قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنا أشغلت بالفاني الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجلي فتعيش في هم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا.